تخطيط المنتجع، تخطيط والمنتجات هي تصميم، تصميم المنتجات، تخطيط تصميم المنتجات، نبدا بالمنتجات الجديده وبعدين نتكلم عن المنتجات الحاليه. وتخطيط المنتجات الجديده. وتخطيط المنتجات. وبعدين نتكلم عن المنتجات الجديده. طيب يدخل تصميم وتطوير المنتجات ضمن اطار القرارات، ضمن اطار القرارات الجوهريه في شركة عمل اللي قرأت الكتاب لما تقول لي من اللي تقرأ من دينا شيرنس لما يشوفك القرار عنهم اعتمدوها في فريق الجامعة لما تعطوها لي رئيس الجامعة طيب وله آثار مباشرة على كافة النشاطات والعمليات المنظمة على المنظمة اللي كان دوما على التساؤلات التالية يعني ما هي السلع وهي الخدمات التي يجب ان نقدمها للمجتمع وكيف ينظر الزبون او العميل لهذه السلعه او الخدمه اذ انه يشتري العميل الرضا ما يشتري السلعه بحد ذاته قد ما يكون يريد ان ينتفع من منفعه او من قيمه السلعه ويتحقق له الرضا بالاضافه الى منتج ووظائف هذا المنتج تعد المنتجات الجديده حاسمه لبقاء المنظمات الاسباب من الاسباب واطلعوا على كثير من الحديث حول هذا الموضوع واتركوا هذا لكم انتم المجال انا ما حبيتش انا احشر الموجود هنا في الشارع لانه يحتاج الى وقت طويل جدا يعني هو محتاج لتوضيح لا واضح يعني واضح ولا تقصدوا منه اختطاف عليكم انت تدرسوه وتبحث عليه عن اسباب عن الاسباب التي يعني سؤال تسأله نفسك إذا وتبحث عنه هذا واجب؟ لا مش واجب. جزء من الواجب. جزء من الواجب. ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي تدعو المنظمات؟ ما هي الأسباب التي تدعو المنظمات لتطوير منتجات جديدة؟ في عدة أسباب من ضمنها البقاء والاستمرار في الميدان كمان. يعني تبقى مستمرة لأن يعني أعلم من ضمن الأسباب ضمان البقاء والاستمرار في ميدان العمل لأن المنتجات لها دورة حياة تبدأ بالتقديم والنمو والنضج والانحدار عن البقاء لأن المنظمة لماذا تهتم المنظمات بتطوير المنتجات الجديدة لضمان البقاء والاستمرار في ميدان العمل السبب لأن المنتجات لها دورة حياة مثلها مثل أي كائن بشري له بداية وله نهاية فإذا انطلق حتى تنتهي أو تصل منتجاتها إلى الانحدار انتهى أعمال المنظمة وحكمت على نفسها بالفناء ولكن تسعى دائما إلى تطوير منتجاتها لتضمن بقائها واستمرارها في ميدان العمل يعني قد يكون المنتج وصل إلى مرحلة من المراحل هي مرحلة الانحدار هي تحاول أن تبحث على وسائل أو أساليب لإعادته إلى مرحلة التقديم لتضمن بقائها يعني لما تعيده إلى مرحلة التقديم هذه نتكلم عليها فيما بعد بعد قليل إن شاء الله بالتالي لا في منافسة في السوق هو كذا يعني طيب ويعتمد نجاح المنظمة نخرج الرضا تمام بس هنا في الشريعة قال إذ أنه يشتري الرضا بالإضافة إلى المنتجات هذا الزبون اللي يشتري ولا الزبون يشتري الرضا أنا بشتري أنا بشتري هذا التليفون تمام عشان أرضي ونفسي وأرضى عن هذا المنتج بالإضافة إلى وظائفه أوكي أرضى نفسه تعد المنتجات إلا حاسمة لبقاء الله على قيد الحياة واستمرارها يعتمد نجاح المنظمة على تقديم منتجات جديدة منافسة أفضل مما يقدمه الآخرون. طيب مبادئ تصميم المنتجات الجديدة هناك في مبادئ تصميم المنتجات الجديدة أول عملية التخطيط هذا مبدأ المبادئ عملية تخطيط المنتجات الجديدة
مش ما كنتش اشتري، ما كنتش بياس، انا كنت بياس.